خويا سيمو انا دابا جوج سيمات اللي تنصور 500 درهم 500 درهم سي غيان صاحبي، انا راه باغي تدير كثر، راه كنتسنى منك اصاحبي دير كثر، انا راه كندوي على القليله واحد المليون ديال الدولار داك، باغي منك تفوت مع الفقر، شتي المليون ديال الدولار يلا تفوتي مع عجبه الفقر ومبروك عليك ونبارك لك ونصفق لك صاحبي. كتقول لي يا خويا سيمو انا الله بديت سي جوج سيمانات شهر شهرين وليت كندير 300 درهم 500 درهم، شنو يا صاحبي راه والو يا صاحبي راك باقي فقير. وغايز ما بقاوش نبينو هداك الشي الزون، اليوم راه تربات العشية عاد مشيت لاصال عاد بدا الخريج الدوران والمساج ومشيت خرجت الدشينة، أما النهار كامل دوزتو خدام ودابا راه جوج 42 ديال الليل وباقي خدام وخدا تا هو عندي الخدمة كتيرة صدق خصنا وغدا عاوتاني خصنا نوض بكري وعندي الخدمة كتيرة وعطا الله لي زيمان والمكالمات والصداعات وداك الشي ما عادي فهمتي، هادي الفطار الأخرى عندي في دول آسيا تنحاول في نفس الوقت نسافر وندوز ايام زوينه قبل ما نرجع للمغرب ان شاء الله. الصاد اللي بغيت نقول لك قبل ما نمشي الناس والهضره المهمه اللي قبل ما ننسى هي الشيء اللي كنعيش دابا فهمتي، واحد النهار كان عندي حلم كما دابا انت عندك شحال من الحلم، بليز تيق في الاحلام ديالك ما تسمحش فيها وما تستناش ديرها في عام ولا عامين، غتاخد سنين غير كون واجد كون واجد. المشكله ديالك وديال بزاف ديال الدراري الاخ ولا الاخت هي كتبغوا توصلوا بالزربه، باغي في شهر شهرين توصل للجول ديالك والهدف ديالك، وداك الشيء راه غير ممكن فهمتي، على حقاش ما عندكش التوجيه الصحيح وما عندكش الناس الصحيحه كتشوفها قدامك وكتسمعي للناس الخاوي اللي ما ناجحينش في حياتهم، كتعلم من عند واحد ما داير والو في حياته كيقول لك كيفاش دير شي حاجه انت في حياتك، ما يمكنش كون كانت شي حاجه علاش كتسمع ليه، علاش عطي ودنيك اصلا كتسمع ليه، خاصو يكون دار شي حاجه في حياته عاد تسمع ليه، ما يمكنش يعطيك التوجيه الصحيح، ما يمكنش يقول لك اش دير ما تسمعش الهضره ديالو. مشيتي عند الناس اللي داروا شي حاجه في حياتهم كاملين، تختار اي واحد خطر طلبات لي سنين، هذوك الناس هما اللي طلب منهم التوجيه وهما براسهم ما يقول لك راه غادي تاخذ لك سنين، بليز باغيك تكون واجد، ماشي شهر ماشي شهرين ماشي عام ماشي عامين، غتكون طياره وتوفر لك الظروف كامله وتمشي الظروف كامله معاك غادي خصك 5 سنين، كنتي صافا الظروف مشات معاك وما مشاتش معاك وانت مكمل 7 سنين، الظروف جات كامله ضدك غادي خصك 10 سنين كون واجد. الاخوان انا ملي كنقول لك غادي تطلب لك سيني راه من القليله غير سيمو، انا دابا جوج سيمات اللي تنصور 500 درهم 500 درهم سي غيان صاحبي، انا راه باغي دير كثر، راه كنتسنى منك اصاحبي دير كثر، انا راه كندوي على القليله واحد المليون ديال الدولار هذاك، باغي منك تفوت مع الفقر، شتي المليون ديال الدولار يلا تفوتي مع عجبه الفقر ومبروك عليك ونبارك لك ونصفق لك صاحبي. كتقول لي يا خويا سيمو انا الله بديت سي جوج سيمانات شهر شهرين وليت كندير 300 درهم 500 درهم، شنو يا صاحبي راه والو يا صاحبي راك باقي فقير، واش 500 درهم صاحبي تريزيرفي بها شي طياره بيزنس كلاس من المغرب لماليزيا ولا من المغرب للتايلاند، من المغرب للتايلاند البيزنس كلاس دايره 50000 درهم صاحبي هي القليله، شنو هي 500 درهم صاحبي، لي زوتيل 5 ستار جي تريزيرفيهم 500 درهم صاحبي، 500 درهم مبروك عليك جمعها 300 درهم بديه موفقه مزيانه 200 درهم جمعها 500 درهم جمعها اللي دخلك جمعها الصاط اللي بديه كتبغي جميع 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 وداكشي اللي كتجمعو كتانفيستيه وكتطمح توصل لشي حاجه كبيره وتزيد، ملي كانت كتدخلك 500 درهم من هنا وكتخرجها من هنا وكيدخلوك 15000 درهم من هنا باش تشري بها موطور، دخلك 100000 درهم باش تشري بها طونبيله، تبقى حياتك كامله فقير، خاص تبقى تجمع الفلوس صاحبي اللي كتدخلك، ما خرجش تخسرها كاع مستحيل ما تخرجش كاع، ما تحاولش تضار على عباد الله وتبين واحد الليفل اللي انت راك ماشي فيه، راك باقي في الفيديو دوك الفلوس اللي ينفعوك اصاحبي، ما تحاولش تبين لهم راه غادي يفرشخوك في الاخر انت اللي غادي تفرشخ، ما هما راه دي دونت جيف فاك، بالعكس في الاخر غادي يضحكوا عليك، ولا رجعتي فقير غادي يضحكوا عليك مزيان ديك الساعه ودي تشفوا فيك، بالعكس الصاد في الاول ما كاين يجمع جمع 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 جمع، وملي كتجمع كتشوف فاش تانفيستي داكشي فاش خدام نيت واش ممكن تزيد تطورو كيفاش تزيد تطورو واش ممكن تخدم معاك ناس كثر، كيفاش ممكن بدل تخدم جوج المرات دوبلو 10 المرات دوبلو 100 مره حتى النهار تولي تخرج دوز واحد النهار زويون واعر وداك النهار تخسر فيه فلوس، ورغم ان دوك الفلوس اللي خسرتي ملي كتجي تحسب داكشي اللي دخلتي داك النهار تلقى داكشي اللي خسرتي كامل ما كيساويش حتى 10% من داكشي اللي دخلتي داك النهار، عيش ديك الساس ونرجع ناكد لك نفس النقطه كما قلت لك، اطلب لك الامر 5 سنين ديال الخدمه الا صدق لي كلشي وكلشي مشى معاك وعندك التوجيه الصحيح وكلشي هاكا وهاكا الامور مشات معاك مشاتش معاك غيطلب لك 7 سنين الظروف كامله ضدك 10 سنين، انا حياتي كامله دوزتها كنطمح للاحسن وكنتوقع الاسوء، انا في بلاصتك غادي نتوقع ديما راه جاي الاسوء ولكن غادي نطمح للاحسن وغادي نكون واجد 10 سنين وبل اكثر من هذا غادي نكون واجد 15 عام و20 عام، الانسان ولا كيتقاعد دابا على 63 عما قريب تجي لي 65 وعما قريب تجي جرو حتى 70 وكلشي ممكن في هذا الزمان هذا، انت بي فاكين سمارت السطره واخا تبدا الخدمه على 25 عام
تخدم 20 عام تولي في 45 الصاد، نخدم واحد ال 20 عام القرار معلم، علاش ما نخدمش واحد ال 20 عام ومن وراها نرتاح ونعيش واحد الحياه زوينه؟ تستاهل ان نخدم 20 عام ديال الحراقيه، 20 عام نموت فيها. ولكن الصاد قليل اللي بغى يخلص الثمن، كلشي كيقلب على السهله والزويونه. اش كاين خايس سموش طريقه نوصلوا للسربه؟ لا عشير، هادشي اللي كتشوف دابا انا كنعيش بعد 14 عام، خصوصا السنين الاولى 10 سنين الاولى كنت كنخدم 14 16 ساعه في النهار. ما كنتش ديك الساعه كندير ستوريات في الانستغرام، ما كنتش ديك الساعه كنريح في لي زوتيل 5 ايطوال، ما كنتش ديك الساعه كنمشي لاحسن لي سبا، ما كنتش كنريح في احسن لي روستور. كنت اصطاد ديك الساعه في دواري زي كيف واحد البيض عطيه ليا الوالد الحمد لله، واحد البيض صغير اقسم بالله داك البيت ما كتدخلوش الشمس، ما عندوش الشرجم، وانت جالس فيه ما كتعرفش واش الليل ولا النهار، ديما مظلم. ما كنتش بحال دابا كنريح في احسن لي ريستورون، كنقلب على احسن لي ريستورون، كنت ديما مريح في مكعومر، كان كل لوبيا وتقليه وكاس داتاي ب7 دراهم. دير رساله دوك الاخوان اللي كيقول لك باينه فيك كنتي مقموع في سهرك، عاودها على انا كنتي مقموع فوق من القمع، فوق من القمع دوزنا في المغرب، وداك الشيء ولا طلعنا رجال وعقلنا على ديك الايام وحنا دابا كنخلفوها. رساله لدوك الاخوان اللي كيقول لك باينه فيك ما عشتيش في سهرك، على الصات لقينا كرهنا نعيشو في صخرنا، راه داك الشيء هو اللي خلى فينا فهمتي هاد الروح القتاليه اللي كتخليك كتقاتل بالليل وبالنهار، وصلتي وباقي باغي تزيد. رساله لدوك الشيطان ديال الله ينجيك من المشتاق الى دق، على انا هردقت اصاحبي، على انا دابا تنبان لك دق، راني غمس يديا في الحلوه مزيان، راني خايفك تجي تلقاني كليت لك حتى حلوتك حتى هي الصاد جا في الخدمة وبارك من الهضرة. صات ملي كتكون في واحد الليفل لتحت وهادشي عشتو بكل صراحة، ديال كتبقى تقول لا خصني نبان كلاس، لا خصني ما يقولوش عليا المشتاق إلى داق، خصني ما نبانش راني كنت جويعة، لا خصني ما نبانش راني ما عشتش في صغري. ملي كتوصل صات واحد الليفل افاك يو مان الاخر، كنقول لك اصاحبي خدم، علاه كنقول لك خدم 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 اصاحبي، خدم خدم طلع للفوق اصاحبي. راه ملي كتوصل واحد الليفل، كتوصل واحد الليفل ما كتبقاش كتسوق لهذوك اللي لتحت، ديك الهضره ديال البراج ما كتبقاش كتسمعها، راه هادي المشكله اللي طاريه دابا، راه هادي المشكله اللي طاريه. وشي ناس كيصحابهم، شي ناس كيصحابو هادي شي تصويرات ديال شي سياسيين عندنا في ديك البلاد اللي هما واصلين فهمتي، واصلين بزاف، هادي يدير عليهم شويه ديال الكاريكاتورات ويضحك فيهم عباد الله ويدوي عليهم وداكشي، وهادي يتقلقوا وهادي يوقفوا. فاك يو اصاط فاك يو، لكن انت كتفكر هاك صاد الهضره هادي ما تفهمهاش، ما وصلتيش واحد الليفل فهمتي، كتولي فهمتي بنادم كيدوي معاك تيبان لك شي حمار فريمون، عاد حسيت بها. حنا ملي كندوي معاهم كنبان لهم كشي حمار الصاط من الاخر، كشي حمار كيدوي بحال هاد. وانا صغير ديما كنت كنتسائل، كنت كنشوف شي ناس كينوضوا عليهم الناس قريقه ما كيتاثروش، وخصوصا واحد الحادثه كنطرات في المغرب ماش نقول شكون مولاها، واحد خونا جاتو الحجره في الراس مشى خيط وجا دار الخطاب، اوه كي دار لها هاد الصاط هذا، داس ليا ما عاد فهمتش، عاد فهمت باللي راه كاين بزاف د العوالم، دوك السيطان في عالم وحنا في عالم. فريمون ملي كنا كندويو وكنغوتو كتبان ليك شي حمار كيغوت، هو غرضو كيوصل ليه وكيقضي صحه. دوك السيطان عندهم واحد المايند سيت خطيره، ماشي المايند سيت ديال الفقر اللي تعلمتيه انت وتتحاول تعلمها للشي اللي جاي. دوك السيطان عندهم واحد تفكر معايا خونا مول الكراطه، تفكر المكالمه اللي تسربات ليه واش رجع في حاله مشى، بالعكس عاد كيزيد لقدام. بالمناسبة هاد السيطان اللي ذكرت دابا كامل ماشي كنتقدهم، هاد السيطان هادو كانوا اكزامبلز ليا في الحياة، هادو كاملين بقيت كنراجع بزاف ديال الأحداث طراو، هاد الناس كاع ما تأثروا الصاط، حنا كنا كنحلموا أنهم غادي يتأثروا، تي دونت كيف فاك وواصلين تبارك الله وغادي. هادو واحد شوية من الاكزامبلز اللي قلت دابا، وهادو أحداثي في المغرب، راهما كاينين في العالم كامل، بزاف ديال الشخصيات، إز فاكين مايند سيت، كاين واحد النوع ديال المايند سيت عند عباد الله خطير، داكشي اللي كيبغيه كيوصل ليه وسالين. انت كتظن الا جيتي قلتي ليه مشتاق الى داق باينة فيك كنتي محكور في صغرك، اجي يوقف واجي يقول افاك يا الصات كاين الحقره راه زوينه الصات اللي كطلع الرجال، شفتي واحد المنطقه اخرى كيدير تيدبح الصات. هاي الاخ ولا الاخت اللي كيسمع ليا، طلعوا في راسكم غادي نمشي الناس بالتوفيق ليكم، كنبارطاجي معاك هادشي، باغي دير شي حاجه في حياتك خصك دير شي حاجه في حياتك، انت مجبر دير شي حاجه في حياتك، بعد ما عرفتي هادشي خصك دير شي حاجه في حياتك. دخلوا للستيم واحد ربع ساعه، شوف معلم شوف، ويلي 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 الدنيا ما كتبانش بالبخار، ريحه كاريتو سوفليون مطعطع معلم، النيف ديالك يتحل في هاد البخار هذا تبارك الله. واحد الحراره 400 كاريه، مع داك البخار كيخرج تيضرب كليو كاريتو صحاب اللي العشوب تما
حتى راه واخا كل اللي ديال مسدود تحل الكوشه هو هنا ما يكونش كيبان ما كيطيح هنا من فوق هو كيطيح من تحت هنا قمة السعادة الصدق خصوصا ما طلعتي في الناس اللي يديروا معك هذا السيرفيس تكون جد فرحان. دابا غادي نمشيو نقلبوا على احسن ريستوران الصدق ديما سيرف ذا بيست اوف ذا بيست ما عمرتش بيع راسك رخيص الصدق يلاه ليتس جو. كنتسنى الطوموبيل اللي تجي توصلنا كنتسنى في هذا الجلد البيانو شعلة ديزاين تبارك الله الفخامة تبارك زعما كنحماق على هاد لي ديزاين هادو اللي كيكونوا في البيض طوب جيب دخله شوف شو شعلة دخله كي دايره شوف تيبعوا لك الاكسبيرينس شوف 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 عرفتي الريحه ديال الند صاحبي لداخل شوف شو الريحه عرفتي الريحه ديال الند كيبيعوا لك الريحه اصلا تنقول لك الاكسبيرينس راهو صبروا ديما اختار احسن خيار عندك واحد من احسن لي ريستورون ديال هاد المدينه هادي خليكم معايا واحد شويه وغادي نقول واحد القضيه ديال شنو لك وانا فاش مريح حطيت البال لواحد القيطه في شكار البرودوي هو الماكله فهمتي ما عنده حتى شي قيمه تبقى ماكله ولكن طريقه الطياب شوف علاش حطوا لك على هذه الورقه هذا ديال الشجر هذه الشجره هذه يدير لك فيها الروز هذو ديال النحاس فهمتي تخليك تعيش واحد الاكسبيرينس شوف كيبيعوا لك الاكسبيرينس سيوفا سناسير قبل كنا جالسين كنتعشاو الصريبيه في الحيط شوف هنا عاوتاني هذا الديزاين هذا شي حاجه واعره الطب